السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. تسجيل التحالفات، تمديد إلى السادس من آب واستعداد سياسي لشهرة البدء. مخيم عين الحلوة فشل واختبار هدنة وقف إطلاق النار ومحاذير من تحوله لساحة تصفية الحسابات. حياكم الله. إلى السادس من آب مددت مفوضية الانتخابات المدة الزمنية لتسجيل التحالفات الراغبة بخوض غمار المنافسة في الاستحقاق الانتخابات المحلية والمثبتة في نهاية العام كفرصة نهائية تمنح للكتل السياسية لغرض توفير مساحة إضافية لإجراء مشاورات الالتئام تحت سقف انتخابي واحد قبل إيصاد الأبواب لهذا الخيار. طبعا يترافق مع هذا استعدادات الميدان اللي ترجمت الكثير من جداولها العملياتية والزمنية على حد سواء على أرض الواقع، واللي أبعدت بخار الحديث عن تعذر اتسام واتمام الاستحقاق هذا العام. فصندوق الأحداث المهمة يبدو ممتلئا برسائل التهيئة اللوجستية، ولم يتبقى سوى شارة البدء للكتل السياسية. أما في ملفنا الثاني لحصاد هذه الليلة فلا يزال الاشتباك المنقطع والهدوء النسبي الحذر أبرز علامات مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان، والذي كان نتيجة تفجير المواجهة بين حركة فتح وجماعات مسلحة عقب عملية 30 من تموز. دعوات وقف إطلاق النار لم تأخذ مساحتها الكافية، فلا يزال صوت الرصاص أعلى من صوت التهدئة. لكل طرف من الأزمة نظرت تجاه الأحداث، لكن الجميع متفق على مسألة خطورة الأوضاع واحتمالية تمديد ساحة المواجهة نحو المخيمات الأخرى، وهو ما يحتم جرعة عاجلة تعيد ضبط الأمن هناك. هذين الملفين ضمن حصادنا لهذه الليلة راح نفتحهم تباعا ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام. تفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين الدكتور عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات. حياك الله دكتور عماد ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك أرحب بالأستاذ علي البيدر المحلل السياسي انضم معي عبر سكايب من أربيل. حياكم الله ضيوفا كرام. دكتور عماد أبدأ مع حضرتك وأسئلك عن تمديد الستة أيام الإضافية. كان من المقرر أن تنتهي المدة لتسجيل التحالفات والكتل السياسية في 31 من تموز الماضي، لكن هذه الستة أيام أسأل جنابك هل هي لإتاحة فرصة أكبر أمام التحالفات والكتل، أم لطلب من هذه الكتل لفترة تمديد والتئام بعضها مع البعض الآخر؟ لماذا اتخذ مجلس المفوضين هذا القرار؟ مساء الخير عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى مشاهديكم الكرام. في الحقيقة بالنسبة لتمديد فترة التحالفات لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الأحد 6/8 جاء نتيجة لطلبات من الأخوة الأحزاب في هذا التمديد، ومتعارف عليه في كل انتخابات تجد أن الأحزاب والكتل دائما تقديمها للتسجيل بالتحالفات في الأيام الأخيرة من الفترة المقررة، وبذلك تجد نفسها في حرج بعدم إكمال إجراءاتها، وبذلك المفوضية وجدت أن هنالك متسع من الوقت، فعقد مجلس المفوضين جلسته الاستثنائية وقرر التمديد لإتاحة الفرصة لأكثر من أمام لأكثر حزب أو لأكثر من تحالف للمشاركة في الانتخابات المقبلة. وبذلك نحن الآن نشهد ارتفاع في عملية تسجيل التحالفات، ووصلنا إلى 30 تحالف، منها 20 تحالف جديد تسجيل جديد، وعشر تحالفات من التحالفات التي شاركت في الانتخابات السابقة، وبذلك يكون حصيلة الارتفاع للتحالفات لحد الآن 9 تحالفات عن الانتخابات الماضية، حيث شارك 21 تحالف.
هذه الحصيلة أيضا في ارتفاع، كذلك بالنسبة لتسجيل الأحزاب، الأحزاب وصلنا الآن إلى 286 حزب، وهنالك 73 حزب قيد التسجيل، وأعتقد قسم منها سيحصل على إجازة التسجيل في الأيام القليلة القادمة وسيشاركها في الانتخابات، وهذا جاء نتيجة حرص المفوضية للمشاركة وفسح المجال للتسجيل والمشاركة في الانتخابات القادمة. في جزئية معينة دكتور عماد قبل أن أذهب إلى الأستاذ علي البيدر، يعني هذا التمديد هل يؤثر على جدول عملياتي الزمني لو ما يؤثر؟ الحقيقة بالنسبة لتمديد الأحزاب لا يؤثر، لأن هنالك فترة لتقديم قوائم المرشحين بعد فترة نهاية تسجيل التحالفات بأسبوع، وبذلك من الممكن تقديم القوائم إلى دائرة المرشحين، إلى شعبة المرشحين اللي موجودة في كل مكتب محافظة، وبذلك يكون لدينا متسع من الوقت، لأن التمديد بالنسبة للمرشحين يكون به صعوبة، لأن بعض المرشحين هنالك فترة لتدقيق البيانات بالنزاهة والمساءلة والعدالة والتعليم العالي والداخلية والتربية، إضافة إلى هذا القرعة اللي راح نجريها ببداية أيلول، ومن ثم طبع ورقة الاقتراع، فيكون الجدول مزدحم بهذا المجال. حياك الله مجددا. يتفضل الدكتور عماد جميل بمبررات هذا التمديد، ولغاية الآن 30 تحالف سياسي فقط سجلت في دوائر المفوضية، وهذا الموضوع وهذا الرقم هل يعطينا مؤشرات ضمن القراءة السياسية بأن الأمر طبيعي أم راح تنظر إليه الكتل السياسية على أنها عملية محلية وانتخابات محلية وما تحتاج لمثل هذا الالتئام السياسي مثل ما يجري بالانتخابات البرلمانية؟ وأيضا أشير للجزئية اللي أشار لها الدكتور عماد، هناك أحزاب سياسية لا زالت قيد التسجيل، يعني تنتظر أو تستفيد من هذه المدة لغرض التسجيل في دائرة الأحزاب. نعم، تحية لحضرتك ولضيف الكريم وللسادة المشاهدين الأعزاء. طبعا خصوصية مجالس المحافظات تختلف عن ما يحصل في الانتخابات النيابية العامة، إذ أن هنالك بعض التكتلات السياسية لا ترى لديها أي حضور في محافظات أخرى، وبالتالي يكون أو تكون مشاركتها محصورة في عدد معين من المحافظات أو أحيانا في محافظة واحدة، وهذا الأمر يجعل الانفراد أكثر من وجود تحالفات جامعة للكثير من العناوين السياسية. هنا نتحدث عن المستوى الجمعي، القوائم الوطنية، وحتى على مستوى القوائم التابعة للمكونات أو محافظات بحد ذاتها، وهذه النقطة يعني تجعل الانفرادية أفضل لتلك العناوين. في الإجابة على سؤال حضرتك أو الشق الثاني من التساؤل، لا شك أن هنالك الكثير من التجمعات السياسية والأحزاب ما تزال قيد التأسيس ولا تستطيع المشاركة في الانتخابات، فمنحت الفرصة للتواجد في هذه المناسبة، خصوصا أننا نتحدث عن تحالف ما يزال غائب ربما يعاود التواجد، وهو التيار الصدري الذي علمنا وعودنا على أنه يعني يتخذ قرارات الساعات الأخيرة أو اللحظات الأخيرة، وقد يعاد تواجده في المشهد حسب الرؤية السياسية، كون هذه ربما تعد فرصة أخيرة للتيار الصدري للظهور في المشهد السياسي و التحرك والمنافسة في هذه التجمعات المحلية. طيب، الوقت الإضافي اللي منح للكتل السياسية دكتور عماد، وهنالك من يريد الالتئام ضمن تحالفات أو ضمن موضوع التسجيل أحزاب الجديدة، ما درجة التوقع لارتفاع زخم تسجيل التحالفات السياسية الكبيرة قبل انتهاء هذا الشوط الإضافي، وكم تتوقعون في مفوضية الانتخابات أن يكون عدد الأحزاب داخل التحالف الواحد؟ نعم، في الانتخابات السابقة من مجموع 21 تحالف انطوى تحت هذه التحالفات 108 حزب، وبذلك اليوم عدة 30 تحالف، وأعتقد عند نهاية هذه الفترة سيكون أكثر من 40 تحالف، وبذلك فإن الأحزاب المنطوية تحت هذا التحالف قد يكون 200 أو 150 حزب، لكن هذا لا يعني أن الأحزاب المتبقية لن تشارك بالعملية، بل إنها ستشارك بصيغة منفردة.
وعلينا المعرفة بأن الانتخابات السابقة كان الغرض منها انتخاب مجلس نواب واحد، لكن اليوم ننتخب 15 مجلس محافظة، وبذلك فإن الأحزاب أو التحالفات التي ترشح في البصرة هي تختلف جذريا عن التحالفات والأحزاب التي ترشح في الأنبار مثلا أو في نينوى، تختلف عن ديالى أو واسط وهكذا. وبذلك راح يكون عندنا في كل محافظاتنا اختلاف في تسمية التحالفات وكذلك الأحزاب، بالإضافة إلى ذلك هنالك الترشيح مستقلين في قوائم الانتخابات المقبلة. طيب، الحضور الدولي في هذه العملية الانتخابية سيد علي، سواء على مستوى الدعم أو حتى على مستوى المراقبة، شنو أهمية تواجده كأحد شركاء هذه العملية؟ أم أنه نفس السؤال، يعني أنه هذه انتخابات محلية ومو فد مشكلة، ما راح تأخذ الزخم اللي أخذت انتخابات البرلمان؟ نعم، طبعا مثل ما ذكرت حضرتك أنه طابع هذه الانتخابات مختلف، الاهتمام الدولي سوف يكون محدود، نتحدث عن الدعم وهذا يعني الأهم، كون الكثير من الأطراف السياسية التي تمتلك حضور يعني نتحدث نيابي قد لا تتواجد ثانية بشكل أكبر في تلك الانتخابات، يعني على مستوى الحضور التمويل وحتى الدعاية السياسية كونها يعني لا تمثل لها بعدا استراتيجيا أو نفوذا استراتيجيا خلال المرحلة المقبلة، لكن نتحدث على مستوى الرقابة. لدينا الكثير من المؤسسات والتجمعات المدنية المهتمة بالشأن الانتخابي سوف يكون لها حضور، أتصور أن الحضور الدولي أو حتى الأقليمي لمتابعة ومراقبة هذه الانتخابات سوف يكون محدود وهامشي، إذا ما علمنا يعني أنه هنالك نجاحات تحققت من قبل مفوضية الانتخابات في إدارة المشهد الانتخابي السابق، و أن النظرة الدولية والإقليمية وحتى المحلية على أداء المفوضية قد تغير، وأن هنالك شفافية عالية، هنالك منهجية وموضوعية واستقلالية في عمل المفوضية، وهذا ما يبعث بطمأنة أكبر إلى الناخب العراقي الذي سوف يكون مستعدا أكثر للمشاركة، أو حتى المنظمات المهتمة بالواقع الانتخابي في العراق سوف يكون أو يقتصر دورها الرقابي على عدد من المراكز الانتخابية، على عكس يعني ما حصل في الانتخابات السابقة، هنالك اهتمام أكبر أو هنالك صراع أكبر، محدودية الصراع سوف تجبر الجميع على أن لا يندفع أكثر أو لا يقدم الكثير من الإمكانيات لهذه الانتخابات التي قد تكون نتائجها متوقعة مسبقا حسب التمثيل الشعبي والسياسي للمرشحين أو للكتل السياسية المتواجدة في المحافظات المعينة. نعم. طيب، هذه الأهمية اللي يتحدث عنها السيد علي، دكتور عماد نتحدث عن أشياء مقاربة لهذا الموعد لتسجيل الكيانات، من هذه المواضيع تحديث سجل بيانات الناخبين وفقا للمسجلين والمحدثين وفقا للعمر الزمني اللي تبقى لهذه العملية 5 أيام، هل هنالك احتمالية أن يمدد مجلس المفوضين المدة المحددة لسجلات الناخبين؟ سجل الناخبين عكس ما يشاع بأن هنالك إقبال قليل على سجل الناخبين، لكن نحن في العمليات نقارن أعداد سجل الناخبين بالنسبة للمحدثين قياسا بفترات التحديث للانتخابات السابقة 2021 و18 و10 و14، نجد أن هذه النسبة مرتفعة، لأن لحد اليوم إحنا تجاوزنا رقم 400,000 ناخب خلال 25 يوم، وهذا العدد يعتبر جيد قياسا مثل ما تحدثت لك. نعم، عفوا، من مجموع أشقد 400,000؟ يعني هنالك من يتحدث عن 4 ملايين لم يحدثوا بياناتهم. نعم، هذه 400,000 أنا أقيسها بشهر واحد. نعم. من عمليات التسجيل، أما عمليات تسجيل البايومتري فإحنا بعد 2021 سجلنا 1,009,000 مستمرين بهذا العمل. نعم. لكن التحديث نقصد به الناس اللي عندها حرص بالمشاركة بالانتخابات السابقة، فهنالك أكثر من 200,000 تغيير لمراكز الاقتراع. طيب. أي أنه المواطن اللي غير سكنه
وكذلك هنالك حذف وإضافة وغيرها من الأمور اللي إحنا نتخذها كإجراءات بالتحديث. نعم. أما بالنسبة لعمليات التوزيع بطاقة الناخب أيضا شهدت عمليات ارتفاع في مراكز التسجيل، وهنالك الفرق الجوالة لها دور كبير بالنسبة لعملها داخل المناطق، منها الفرق التي تختص بتحديث المواطنين وتستهدفهم في التجمعات وخلال مراكز أو دوائر الدولة والوزارات. في موضوع يعني مقارب، سألت حضرتك في لقاء سابق إذا تتذكر حول الجداول الزمنية، قلت أنه ما راح تتمدد، حتى لو تمددت المدد ما راح يعني تؤجل بعض الجداول، وهنا أيضا جزئية اللي أعلنت عنها المفوضية تسجيل المرشحين راح يبقى في موعده، ومتى موعده لو راح هذا التزحيف في الوقت راح يأثر على تسجيل المرشحين. ما هو بالنسبة للمرشحين احنا ملتزمين بجداول أخرى مرتبطة بعملية المرشحين. أما تحديث سجل الناخبين راح يكون بعد تحليل البيانات ومن ثم توزيع أو انتشار لمراكز الاقتراع ومحطات، يعني احنا عندنا تقريبا 174 مركز الآن مقدمة لطلب فتحها جديد، إذا أكملت الإجراءات ممكن أنه تنفتح هذه المراكز. ايضا بعد ذلك راح نطبع سجل الناخبين النهائي الورقي، ومن ثم سجل الناخبين الالكتروني في كل محطه من المحطات البالغ عددها 47655. هذه الجداول اذا كان هنالك تمديد في عمليه تحديث سجل الناخبين او هنالك تمديد في عمليه التحالفات او غيرها من الجداول الزمنيه، نعم لربما يكون هذا التمديد، لكن راح يولد ضغط على موظفي المفوضيه والجهات التي تعمل أو المتخصصة في هذا المجال في الحقيقة. طيب أستاذ علي، يعني الأعمار الجديدة اللي يشير لها الدكتور عماد، يعني حسب رصدنا للأخبار أنه هنالك 1,800,000 تقريبا راح يدخلون ولهم الحق في امتلاك بطاقة بيومترية ويسجلون في الانتخابات، يعني من اللي حدثوا بياناتهم من مجموع 1,800,000 و500,000 يعني نسبة 25%، هل تعتبر بأن هذه النسبة ضئيلة؟ شلون يجب تدارك هذا الأمر؟ وأيضا هنالك يعني أمور لا تفتح الشهية للمشاركة في هذه الانتخابات باعتبارها انتخابات محلية، رغم أنها هي أهميتها لربما تفوق أهمية البرلمانية. نعم طبعا هذا الشيء يعني يبعث في نفوسنا كمراقبين الأحباط، كون أنه هذه الشريحة هي الأكثر تعويلا عليها بالمشاركة في اليوم الاقتراعي، خصوصا أنها ستمارس لأول مرة التجربة الانتخابية والاقتراعية، ويفترض أن يكون الرقم أكبر. يعني في فترة سابقة كنا نتوقع أن يصل الرقم هو يتجاوز 75%، لكن نتحدث عن هذه النسبة الضئيلة. ربما هنالك أخفاق في مجال الترويج أو استفزاز هذه الشريحة للمشاركة في عملية تحديث بطاقاتهم الانتخابية تمهيدا للمشاركة في الاقتراع. اليوم نجد حالة من اليأس أو القنوط داخل الشارع العراقي نتيجة تراكم الأخفاقات أو الأوضاع التي عاشتها البلاد، أو حتى النظرة السوداوية والسلبية على الأحداث، رغم أن هنالك بصيص أمل وهنالك تطور في الحركة الخدمية المقدمة إلى المواطنين وهنالك زيادة في الشفافية، لكن نتحدث عن برنامج مفوضية الانتخابات لاستفزاز هذه الشرائح ربما لم يوفق، أو ربما أن الفترة الزمنية لم تكن كافية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من هذه الشريحة. يفترض أن تمدد فترة تحديد سجل الناخبين لإشراك أكبر عدد ممكن في هذه العملية، ومن هنا تتحقق الإرادة الجمعية للناخبين والمواطنين، ونستطيع الوصول إلى مجالس محافظات شبه مثالية أو قادرة على تمثيل المواطن أفضل تمثيل بعد النظرة السلبية على هذه المؤسسات نتيجة السلوكيات الخاطئة في المراحل المقبلة. نتمنى أن يكون وعي الشارع أكبر لاختيار عناوين جيدة أو إيجابية تستطيع أن تكون وسيلة. مو هنا أستاذ علي، يعني وعي الشارع مع اعتزازي برأي حضرتك، وعي الشارع لا ليس بالتمني، ولكن هنالك آليات يتخذها قائد الرأي وصانع الرأي ووسائل إعلام
ومن ثم هي مصلحة مشتركة، يعني الأحزاب السياسية يجب أن تثقف المتابع والمراقب، مفوضية الانتخابات، وسائل الإعلام، من يستطيع أن يشكل هذا فريق التغيير المنشود؟ نعم، طبعا هذه جزئية جدا مهمة حضرتك أشرت إليها، أنه هنالك الكثير من الأطراف السياسية لا تحبذ المشاركة الجمعية، لأن لديها جمهور ثابت وجمهور نوعي تتعكز عليه في تحقيق إرادتها داخل تلك الانتخابات، لذلك لا يرق لها أن يشارك أكبر عدد ممكن، ربما سوف يغير من المعادلة السياسية وبالتالي يغير من نسبة تمثيلها داخل تلك المجالس. لذلك الدور يعني مناط بالمؤسسات الوطنية، وهنا نتحدث عن دور مفوضية يفترض فيها يعني أن تكون أكثر انتشارا وتكون أكثر تواصلا، وحتى الفترة اليومية في دوامها يجب أن تدخل في مرحلة الطوارئ. هنا نحتاج إلى دعم حكومي ونحتاج رعاية سياسية لهذه الخطوة. هنالك تضارب بالمصالح ممكن أن يؤثر على نسبة المشاركة وحتى نسبة التحديث، مثل ما شاهدنا أنه في نهاية المطاف لن يشارك في الانتخابات جميع المحدثين، وإذا ما علمنا أنه نسبة تمثيل الناخبين ربما تصل إلى 50% من المحدثين، هنا نتحدث عن النسبة الجمعية كيف ستصل، أو النسبة الكبرى من مشاركة العراقيين في الانتخابات ربما تختزل بأقل من الربع، وهنا سوف تتحكم الإرادة الجزئية بالإرادة الجمعية ولا تتحقق إرادة المواطن الساعية للإصلاح. يعني كل ما تفضلت به يعني يدور في ذهني نموذج، وهو نموذج كركوك دكتور عماد. يعني كركوك وسجلها الانتخابي إشكالية ليست قليلة وربما تحدي كبير جدا. شلون يمكن العمل على مع هذه المؤشرات اللي تتمتع بها خصوصية كركوك؟ نعم، كركوك كانت تشكل في الحقيقة بعض المشاكل أثناء الانتخابات بالنسبة للمفوضية، لكن في انتخابات 2021 حلحلت هذه المشاكل من خلال تشكيل لجنة عليا برئاسة أحد السادة القضاة، وأيضا بعضوية ناس مختصة في الجانب القانوني والعملياتي وكذلك الإداري واللوجستي، وبذلك نجحت المفوضية في انتخابات 2021 بإدارتها بكركوك، وكانت مخرجاتها مرضية لكل أطراف المشاركة في الانتخابات، وبذلك اليوم المفوضية تعمل على تعضيد هذه التجربة، وأيضا هنالك سجل رصيد يشرف عليه أيضا لجنة يرأسها أحد السادة القضاة، وبذلك فإن الموظفين العاملين الآن في كركوك يعملون على تحديث سجل الناخبين ضمن إجراءات خاصة بالنسبة لمحافظة كركوك، منها المادة 140 وأيضا تعداد 1957، وهذه الإجراءات راح تخرج لنا سجل رصيد مرضي من قبل الجميع، وبذلك فإن المفوضية تولي محافظة كركوك أولية خاصة، وخاصة فيما يتعلق بسجل الناخبين. طيب أستاذ علي، من ناحية سياسية خلينا نتناول موضوع كركوك بتحليل أكثر. مجلس النواب وجه كتاب رسمي للمفوضية يضم أسماء 6 نواب عن كركوك حتى يتم ضمهم للجنة التدقيق في سجل ناخبي محافظة كركوك. يعني وكان أكو حضرتك متابع أنه يعني نائبين عن المكون الكردي، نواب 2 عن المكون التركماني، ونواب 2 عرب. نعم، طبعا هذه خطوة جيدة، لكن عندما نتحدث عن واقع كركوك أنه هنالك أكثر من تحول طرأ على المشهد السياسي وحتى الديموغرافي في المحافظة. التغيرات التي حصلت بعد العام 2003، ومن ثم بعض التغييرات التي حصلت بعد العام 2014 وبعد أحداث 2017، واليوم نتحدث مع واقع مختلف تماما ما بين 2003 و 2023. هنالك الكثير من المتغيرات التي حدثت داخل المحافظة، ربما المؤسسات الاتحادية أو حتى الوطنية منها لا تمتلك الكثير من البيانات المنهجية والموضوعية عن واقع المحافظة، والتعامل وفق واقع الحال ربما سوف يحرم كثير من المكونات أو الشرائح المجتمعية من التواجد في مجلس محافظة، ربما يعدل أصعب على مستوى الإدارة والتنظيم لاعتبارات كثيرة.
لذا يفترض أن يكون قرار كركوك نابع من إرادة وطنية خالصة بعيدا عن المواقف أو المزاجات الحزبية التي تريد ربما الاستحواذ على المشهد أو زيادة نفوذها داخل مجلس محافظة كركوك. وهنا سوف نخلق يعني يكون مجلس المحافظة هو مجلس أزمة وليس مجلس حل لواقع كركوك ومشاكلها، ومن ثم يصعب تقديم خدمات لمناطق معينة بحد ذاتها أو شرائح مجتمعية أو أحياء داخل المدينة. يفترض زيادة المساحة الوطنية عندما يتم الحديث عن أزمات كركوك وواقعها، ويفترض في الحكومة الاتحادية أن يكون لها كلمة فصل في هذه القضية. لا يجب أن نترك الموضوع للسياسية التي ممكن أن تحرم أطراف محددة أو تفرض نفوذ ذا سلطة معينة. ليس فقط الحكومة بل حتى مفوضية الانتخابات باعتبارها هيئة مستقلة يجب أن يكون لها رأي. دكتور عماد، ما أدري إذا تتفق مع هذا الطرح. وأيضا قضية النازحين دكتور عماد أريد أسألك عنها، يعني شلون تم التعامل مع من تبقى في مواطن النزوح؟ مسألة النازحين دائما نهتم بها لأن لها خصوصية، وبذلك المفوضية سيرت الفرق الجوالة لمخيمات النزوح وتم تحديث بيانات جميع ساكني هذه المخيمات، ووصل تعداده تقريبا 120,026 نازح. والقانون يشير إلى أنه الانتخاب بكل أحواله وبكل أصنافه، سواء كان تصويت خاص أو تصويت عام أو تصويت نازحين، يكون من خلال البطاقة البايومترية. وبذلك الأماكن النزوح أو مخيمات النزوح راح يكون فيها مراكز اقتراع حتى نسهل عملية حركة النازحين. أما النازحين خارج هذه المخيمات فالحقيقة راح تكون هنالك تأمينات لهم في أن يصوتوا في محافظاتهم، وأيضا من خلال تحديثنا ومن خلال تجوال فرقنا الجوالة في مخيمات النزوح الحمد لله وجدنا أن هنالك نسبة تقريبا لا يستهان بها بعودة الكثير من النازحين إلى محافظاتهم بعد أن شهدت استقرار كبير، وخاصة نينوى والصلاح الدين والأنبار. أيضا تركز النازحين موجود في دهوك وأربيل، وبذلك فإن جميع النازحين سيرت لهم تأمين مشاركتهم في الانتخابات المقبلة إن شاء الله. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عماد جميل رئيس الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات ضيفا كريما في الأستوديو، والشكر كثير لحضرتك الأستاذ علي البيدر المحلل السياسي انضممت معنا عبر سكايب من أربيل. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. مجددا حياكم الله في هذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد. حياك الله دكتور ضيفا كريما. وفي هذا الملف أسأل حضرتك عن التهاب الجنوب اللبناني، لمصلحة من في هذا التوقيت بالذات يحدث خلط للأوراق في مخيم يضم اللاجئين الفلسطينيين وحتى السوريين أيضا الذين فروا من الحرب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد من خلالك للمشاهدين الكرام مشاهدي قناة الأيام. لك كل التحية. ابتداء طبعا ينبغي أن لا نغفل على الإطلاق ما تفعل الحقيقة حكومة الكيان الصهيوني وأجهزتها الاستخبارية والمتعاونين معها مع شديد الأسف، سواء كان من اللبنانيين أو غير اللبنانيين من يعني العرب الموجودين في داخل لبنان، يعني فيما سواء كان بالمخيمات أو خارج المخيمات. هذا كله حقيقة لأنه حقيقة الكيان الصهيوني بدأ يشعر بضغط كبير جدا نتيجة لتصاعد يعني حركات المقاومة وتأثيرها على
الكيان الصهيوني، وزد على ذلك الاختناقات اللي شهدتها الساحة السياسية الداخلية في داخل الكيان الصهيوني على خلفية الموضوع الخلاف على موضوعة القضاء والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال، كل هذه حقيقة كانت تحتاج إلى أن يكون هنالك إمكانية لعملية ربما لفت الأنظار بشكل أو بآخر أو تخفيف الضغط على الكيان الصهيوني. فكان هذا هذه الأدوات، وإسرائيل يعني نقول وبشكل علمي تمتلك أدوات في سواء كان في داخل الأرض المحتلة نفسها، في داخل المناطق حتى تلك الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، أو في المستوطنات العفو في المخيمات اللاجئين سواء كان في 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 يعني في لبنان او في خارج او في الاماكن الاخرى اللي تتواجد معها. لذلك انا اعتقد هذا هو، اذا نتحدث نتكلم عن لمصلحه من، انا اعتقد المصلحه الاولى هي لمصلحه الكيان الصهيوني، لانه لا يمكن ان نتحدث عن مصلحه احد يحقق فائده من خلال الاقتتال الفلسطيني الفلسطيني او الفلسطيني السوري او الفلسطيني اللبناني في هذا المجال وفي هذا التوقيت بالذات، لأن هذا سيكون هنالك عملية دعم لسياسات وإجراءات الكيان الصهيوني. طيب دكتور علي دامة المحلل السياسي ينضم معنا عبر سكايب من بيروت، حياك الله دكتور حسين. على امتداد سنوات سابقة كانت تحصل هذه الاشتباكات داخل هذا المخيم، لكن هاي المرة وصلت حد الانفجار. ماذا تغير؟ يعني أين مكامن التغيير اللي وصلت لهذه المواجهة المسلحة؟ دكتور حسين يعني راح نعيد الاتصال بحضرتك، الشباب يجهزون الاتصال عبر سكايب بشكل أوضح. دكتور علي، بالرغم من دعوات التهدئة الفلسطينية واللبنانية واللي كانت على مستويات عالية، لكن وعلى ما يبدو بأن صوت الرصاص ما زال أعلى من دعوات التهدئة، شنو أسباب تعثر تطبيق هذا الاتفاق بالكامل؟ يعني مع شديد الأسف نقول ذلك بألم ومرارة، أنه يعني تكون أو تصل مستوى الخلافات الداخلية سواء كانت بين الفلسطينيين فيما بينهم أو حتى بين فلسطينيين والأخوة العرب من الجنسيات الأخرى ممن يعني يقطنون في داخل هذه المخيمات اللاجئين أو حتى خارجها بالقرب منها، لأنه الأجندات مثل ما تحدثت قبل قليل لا زالت هي أيضا موجودة، سواء كان على خلفية الصراع السياسي الداخلي اللبناني أو الصراع بين الفلسطينيين والعرب من جهة وبين الكيان الصهيوني من جهة أخرى على خلفية المقاومة البطولية اللي الآن تسجل كانت ولا زالت تسجل يعني حضورا ملفتا في داخل الأرض المحتلة وخارجها، وبالتالي عملية استمرار الاحتكاكات واللجوء إلى السلاح وحالة عدم الاستقرار في داخل هذه المخيمات اللي حقيقة تسجل حقيقة ضعف كبير وربما علامة استفهام كبيرة في هذا المجال. عدم قبول للدعوات التهدئة هو يؤكد بما لا يدع أي مجال للشك بأن هنالك شيء يعني ليس بالشيء المألوف داخل مثل هكذا مخيمات. صحيح في كل المخيمات وخصوصا في مثل هكذا نوع من يعني من التواجد السكاني يحتاج ربما يعني يكون هنالك احتكاكات لجوء الى السلاح بشكل او باخر على خلفيه خلافات معينه. نعم. يعني اجتماعيه اقتصاديه، لكن ان تصل الى هذا المستوى تفاصيل ليست عميقه. شنو الحلول المتاحه لهذه الازمه المتفاقمه والمتداخله؟ نقصد بها هنا تسليم المطلوبين بقضيه 30 تموز، يعني نقصد هنا تحديدا عمليه الاغتيال، هل هو تاليف لجنه تحقيق لتحديد الملابسات ام ماذا؟ يعني هي كل يعني الخيارات هي متاحة في هذا المجال ربما، لكن في نهاية المطاف ينبغي أن يكون هنالك يعني اقتناع من الجميع بأن المشهد اللبناني بصورة خاصة، المشهد العربي الفلسطيني بصورة عامة ما يتحمل
مزيد من التقاطعات في هذا المجال. انا اعتقد مثل ما نعرف احنا جميعا الخلافات والتقاطعات ذات الصبغة السياسية تحل عبر يعني الحوار، الجلوس على طاولة حوار بين الفرقاء السياسيين، لأنه بصراحة الخلاف هو خلاف سياسي بامتياز في هذا المجال. وجاءت الأجندة مع شديد الأسف نقولها بكل ألم مثل مرة أخرى، الأجندة الاستخبارية اللي تدخل اللي تعمل لصالح الكيان الصهيوني سواء كان من عن طريق وكلائها المحليين أو الوكلاء الآخرين، باللي هدفها وهو واضح عملية التصعيد وعدم الوصول إلى يعني نقاط التقاء بين الفرقاء في هذا المجال. أنا أعتقد الجانب مهما كانت المبررات، مهما كانت الأهداف، مهما كانت البغايات لكل الأطراف السياسية، أنا أعتقد الهدف الأسمى ينبغي أن يكون هنالك تعزيز التوافق الوطني الداخلي، محاولة لعملية عدم إعطاء الكيان الصهيوني كارتا للمساومة أو للضغط على المقاومة سواء كان في لبنان أو في أماكن أخرى وحتى داخل الأرض المحتلة في هذا المجال. إذا كان الوعي بهذا المستوى أنا أعتقد سنتمكن من أن نضع حدا لمثل هكذا تداعيات كالتي نشهدها في هذه الأيام. نعم. دكتور، خليني أرجع للدكتور حسين سلامة، وأتمنى أنه الإنترنت يسعفنا في هذه الإجابة. وإذا ما استمر الوضع الأمني دكتور حسين على حاله في مخيم عين الحلوة، لأي مدى يمكن أن تتمدد هذه الأحداث نحو المخيمات الأخرى وتكون تحت السيطرة، أو تكون تحت السيطرة تحديدا؟ يعني إذا كان ذلك الاحتمال واقعا وممكنا فيبدو أن الأمر يكون ليس الهدف على مستوى المخيمات الفلسطينية فحسب، بل يمكن أن ينتشر إلى غيرها، لأن هناك مخيمات أخرى للسوريين، ويكون الهدف الأكبر هو إشعال فتنة في لبنان وإشغال البلد بأحداث دامية على مستوى الساحة اللبنانية. نعم. ويكون ذلك مرتبط فعلا بالحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة وما يجري من مواجهة يعني تكتيكية وأقرب إلى الدبلوماسية مع العدو الإسرائيلي في منطقة الجنوب. دكتور حسين، أشكرك شكرا جزيلا لانضمامك معنا عبر سكايب، المحلل السياسي من بيروت. تفضلت كثيرا ونعتذر عن عدم الاتصال بشكل جيد لأسباب الإنترنت من 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 قبلكم. دكتور علي، نتحدث عن احتمالات الدور الإسرائيلي لما يتحدث دكتور حسين سلامة عن إشعال الفتنة ويراد للبنان جرها إلى هذه الفتنة. نتحدث هنا بطبيعة الحال عن هذه العلاقة الارتباطية بالدور الإسرائيلي في إشعال هذا الصراع وإذكاء القتال في المخيم. نعم، وأنا يعني قلت لحضرتك قبل قليل الأجندة الاستخبارية اللي تعمل لصالح الكيان الصهيوني سواء كان من المتعاونين والوكلاء الداخليين أو المحليين أو من أولئك الذين يعملون لصالح الكيان الصهيوني، واللي يعني دأبهم الأول أو هدفهم الأول هو يعني إحداث فتنة داخلية وإضافة ورقة يعني قلق وعدم استقرار إضافية للبنانيين أو للحكومة اللبنانية، الشعب اللبناني برمته، إضافة إلى ما يعانيه الشعب اللبناني من جوانب اقتصادية وعدم تكامل للهيئات الدستورية داخل لبنان نتيجة للتقاطعات السياسية ولهذه الأمور اللي أصبحت معروفة بالنسبة للبنانيين بالنسبة لكل يعني المتخصصين في هذا المجال. فبالتالي أنا أعتقد أصابع الكيان الصهيوني حاضرة في هذا المجال، وهو هذا الأمر اللي يؤلم، أنه كيف يعني الوعي لشعب مقاتل ومناضل ومقاوم كالشعب الفلسطيني على الرغم من أنه تواجده داخل الأرض اللبنانية يعني منذ فترة طويلة يتم استدراجه إلى هذا المستوى بحيث يشكل عبئا وضغطا على الوضع السياسي الداخلي اللبناني، اللي هو آخذ هو يعني مثل ما أوضحت قبل قليل لا يتحمل كثيرا من
لا استقرار اللي موجباته ومقتضياته لا زالت موجودة لحد الآن، في حين هذا الأمر سيؤدي إلى ربما مثل ما وضحت في المداخلة الأولى تخفيف الضغط على الكيان الصهيوني والإضرار بالعملية التواصل بين فصائل المقاومة الفلسطينية سواء كان في داخل الأرض المحتلة أو في خارجها. وربما وهذا مثل ما تفضلت حضرتك بطرح السؤال على الضيف الكريم أنه ربما الخسارة أكبر والتداعيات أقسى إذا ما انتقلت هذه العدوى أيامات الفلسطينية الأخرى سواء كان في لبنان أو في مناطق أخرى في من دول التماس مع الكيان الصهيوني. يعني مع هذه المقدمات اللي يبدو فيها واضح عدم الاستجابة الكاملة لاتفاق وقف إطلاق النار، يعني شلون حضرتك شوف الوضع خلال الساعات المقبلة في المخيم؟ نتحدث عن الوضع الإنساني، النزوح لهذه الساعة نصف سكان المخيم نزحوا، يعني هذا السيناريو الأسوأ ممكن أن يتصور في هذا المجال، أنه يتم عملية استمرار حدة وتصاعد حدة المناوشات والاحتكام إلى السلاح سواء كان بالمساء أو بالليل أو صباحا في هذا المجال، سيؤدي بالتأكيد إلى أن يكون هناك عملية نزوح أخرى في هذا المجال، وسيناريو انتقال مثل هكذا وإن كان مستبعد ولا نتمنى أن يكون ذلك، لكنه بالتأكيد حجم التحدي الموجود بحيث استطاع أن يعني يدق أسفين الخلاف بين الأخوة داخل هذا المخيم، قادر لا سمح الله إذا ما استمرت أو إذا ما وفر إلى الجو بشكل إيجابي من أن ينتقل إلى أماكن أخرى، لكن أنا بتقدير المتواضع الحنكة ويعني ووعي الفلسطينيين سواء كان في داخل مخيم عين الحلوة أو في أماكن أخرى سيكون العقبة الكبيرة التي تحول دون أن تحقق يعني سلطات الكيان الصهيوني وأذرعها سواء كان داخل لبنان أو خارجها من تحقيق هذا الهدف. الدكتور علي الجبوري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الإيضاحات في هذا الملف، وشكري واعتذاري للدكتور حسين سلامة المحلل السياسي انضم معنا عبر سكاب بيروت، وشكري موصول لحضراتكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.